الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وختم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلا السجينة الهدار بفضل الله وبرحمته غف مريم بنت عمران عليه السلام يمس سيدنا عيسى عليه السلام. مريم عليه السلام أيها مثلا إذ يمس عمران ويمس قرن المؤرخون اسم حنا ثم شو تجينا ألا عمران إذ مثلا تسعى شن أم قرعة بالمجتمع بني إسرائيل الأسرة إجعل ذن سيد ربي الأسرة إكسان أخلاقي لها الأسرة إكسان سيد ربي حق المعرفة وتسكين ديوفرارن دي توشولين أم بنو إسرائيل مران وشاهد بنو إسرائيل في اللاس باللي حشر خير يخدم توشو تاكين حشر صلاح يخدم وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد يدرس يدي القرآن الكريم ويسمى في اللاس يود الصورة سي كميس بالصورة آل عمران. يقرأ سيد ربي القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذن ثوشوا تجمع آل عمران ثثبع ذرين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ثم تثجمع أن عمران أي مثل عاقر وتسعر البريان تسعني أن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى مزدر رزق الدريان تسعر ذرين سنة أسيد ربي ماذا قلنا فرزق ضيد أقشيشة تسعو أذكر بالوقف البيت المقدس اللي خدم دينا أذكر اللي خدم ذي المعبد من بيت المقدس اللي خدم دين واللي خدم إنسيما الله أكبر. كاية مثلا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى الدعاء يغيث ويستجبد الدعاء إجماس المريم ها كان تحسي مانيش باللي نسن حاملة مثلا وتحس يوجد ليس حريك دخل عبوديس ثنية ربي قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ثنية ناصر ربي وكي نقول لك دخل قدك دخل عبوديس افكرك أن يخدم الدين أن يخدم الدين ذي البيت المقدس فكر ذي الوقف ذي الوقفة أن يخدم العبادة أن يتفرغ الحياة اسمرا للعبادة سبحان الله أسمي إدي كوذ الوقف إيام على دلفوما إثم الطوف العمران إيه مثلا ذي شو متسان تسعى تقشيش ثنية سنة سيد ربي مسخشيش في تسعير تجعل ذقشيش باش يخدم بيت المقدس ولكن ذقشيش أمي خير تخدم بيت المقدس قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم ثنية سخشيش في تسعير وسيد ربي زران بلي سخشيش تلا تسعو وثقشيش تلا تسعو ماشي تقشيش لن عادية ما تقشيش النظم ولكن اليو تقشيش تاديو فرال غف تقشيش آدلة لدي الدنيا ثمرا ثنيس ما غص مريم مريم أما كنا دني الدن عابدة سينا يتخصصا كان للعبادة ذخي البيت المقدس أما كنا إثن ذات إسيد ربي إسيد فكان أي مثلا عمران ويا طيران يموت يجد كان كني مريم سقشيش تمشطوح ويمس
أمي كلا تخدم واتي داربي ولا يتكفر ليس إذن العبادي لدي المعبد من بيت المقدس ألا الدرب في الله واتي يتفن أدي تكلف يعني سلكفة ليس السرقينس إذن ألا الدرب يو جرسل خدم التنافس ولا تيوين أتي داربي الخطأ في وشوت أن أنا عمران لما كنت لنا في حمية سيد ربي سوى شوت يخدمني خير يخدمني نصيح مسنوة السبع عبادة الدين أتسمي حزن الوئيز الأجبن ورد صح مريم أتيوين أتي داربي من بعد خدمنا القرآن الجو جرسل والقرآن يجيون الصاحب سيدنا زكريا عليه السلام يقف سيدي ربي قويس وما كنت لديهم الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يخطب وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يمخلون القرآن هو جلس أن يمارد صح والصحب سيدنا زكريا إيه مثلا عليه السلام وسيدنا زكريا ذرقس خفيس مريم يخلص يوث الحجران يوث تخانت المقدم للمعبد البيت المقدس يتسوي السيماكية أين يتسيق المرة إذن تسانقر زنفلس ولاش وري زنفلس من غريس حاشا سيدنا زكريا يبوع ذي تسفلن المدن وتسللن أين الأنسي أخرى أين أتي السفاني وفرد السلالة يرسل اليوم كان ينثابت سيدة ربي سبحانه وتعالى وحدث سيدنا زكريا إربتي إس فهمس دين وثقش اشتدين من قارن مريم إشميس الإيمان غاول أكني تيقي حي تتظلم تتصركع تتسجيل وتسنكر سيدة ربي أما كنت سيدنا سيدة ربي يا مريم أقنتي لربك وسجودي واركعي مع الركعين وقارنت بالله سيدي العبادة إذا عبدت سيدة ربي الإيمان العميق لما تساعد بويش وذحب سالة ظليف ألمي ذي مكان إذا رميش ذلك في الدين بما نذكر حشا القيام حشا الركوع السجود ألمي كان إذا رميش لكن أنا أقيب اليوم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى فظليفة القسمي في ذات دونيتي في ذات الأنبياء والرسل فظليف صار ركوع أكد السجود ويش تظليف أنبياء ركوع أنبياء السجود خزرت مريم بنت عمران أتصر كعي سيد ربنا السجين أيضا مثلا سيدنا زكريا عليه السلام إرجو غير مريم الأخير تخطني إيثلا ويتسوي يسيد أينك إذ حواج مرة ولكن يواس بسمع ربي إميك ديال الغرس يوفا أي العجب أي نسيك تعجب أي نتسوه من أي نتستغرب ذا شو بوفا يوفا المكلة الفاكية ذين والسين مالك ذي ثمار ثنين أين لن أنهدون يتفيد الشتوى أين لن الشتوى يتفيد منهدون أين أنوجي ذا مرة وتسلل أهل البلد سيدنا زكريا عليه السلام يدشو مسينا ينيس أنا لك هذا أنشي يمديك ويام أمسلين باسلين أسينا يون أين مسينا أين أنشي يمديك ويام ذين أريني من كل إنسان إلو شوتينس أذي يفكران غرميس وستديو غارة سينسي ديكا أذي يفكران غرميس وستديو غارة سينسي ديكا أذي يفكران القخام وستديو غارة سينسي ديكا إذو وقت الإسلام إذو وقت الدين إذو وقت إيس حالتنا في الحدود سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن إني سيدنا زكريا عليه السلام أنسي يمديك ويدين
الناس اللي ربينا رزقنا العباديس اجحمي بغير حساب. يقال سيدي ربي وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها. قال يا مريم ان لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالناس سيدي ربينا رزق ولك حمي بغير حساب باش نزار سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى والعبد الذي عبدن العبد الذي حميل العبد الذي تسودن العبد الذي حالفن في الحدود ديالس الذي يتقي له سيدي ربي غادي يرزق بغير حساب. الانسان اللي يقارن ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقارن ولا يضع سيدي ربي ولا يتسودن أثد يرزق سيدة ربي الواسع ويبنانا. يقال ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. ولا رضا سيدة ربي ولا يتوذى أذي جعل الأمر نيس الرسالة كما يتمثل. إذن سيدنا زكريا يستغرب أين كنت دي سلسة دي الفاكية ويزرب لهم ولاش الوين السيدة يتسوين على خطر يونس يسعلم يونس السنة يونس يوفر ديت مرتنيا ماشي من الوقفيس باش هذا تياف. إذا أنسيزتك ذاين دلنا نفس سيدة ربنا يسرحو يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا عليه السلام يوهم سيدة ربي يخدم ذكيين العبادينس ولماذا موسي طيب الإنسان أثي دي يرزق الدريان ويسعى على الدريان أثي دي يرزق أما كان يدي يرزق مريم شويني شويني كن الزاتس دي الفاكيان دي المكيان. يقال سيدة ربي القوي يسميك زراكم سيدنا يسمق سيدنا زكريا يسمق لي لكن يسدي رسمكني لمريم إن يشهون عليك دعا زكريا وربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إن يكذي الوقت لي يسمق يكني إن يسمع سيدة ربي أما كدر رزق مريم ذي الخير ذا الذاحة يسد قرائز في كذلك أرزقي صغورك ذرية طيبة وتسلط الدعاء له صغورك أي خطر أسباب الأرض وزد سكنانا مقرد يا عمر من إنسان ما تسمى غارتيس عدان 80 سنة دا سوين أنسي ما زندك الدريا ولكن الناس صغورك من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يقرد ذي سورة مريم بغا يقرد سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يرزد الدعاء إنس يستجب الدعاء إنس إنس يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. إنس زكريا إنس أقريا أكل رسقا سوق شيشة أثن سعود واسم يزد سيد ربينا سبحانه وتعالى ليس اسم يحيى. الله أكبر كان يتمثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يحمي وذكي ذروعا أي يتمثل أسمينا إذ إمام مريم عليه السلام ثقوض الحد نتجاوي وفي الحمد العبادة سعى الإيمان نغم قرحان القويس على اليقين القويس يرفع سيدة ربي الدرجات تصوت رمية يشجع سيدة ربي الملائكة في كنيسة سنة البشارات البشارات الزوال ننس يا مريم يختار كميت سيدة ربي يرفي وين الدنيا مرات كميت يختار خمسة ثلاثة مثلا في زدينا يقال سيدة ربي قويس وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الناس يا مريم يختارك من سيدة ربي اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
الاستفاء الجوار من بعد التهريس الزازليت اللي كل درس من بعد الاستفاء والسين. الاستفاء الجوار قمس التفسير الاستفاء الأخلاقي إخبار تسيد ربي يقصد أخلاق تسعى الصفة تسعى وتسعى ثلاث يوم ثيو النظام كيف مثلا استفاء قلس استفاء خلقي. الاستفاء الثاني وكي قلس استفاء تشخصي خطر الاستفاء الخلقي زمرت ذي ثيوين أذكر ثيوين أن يسعون الصفة تسعى مريم للصفة دينس ولكن الاستفاء التشخصي وزمير تاعهم اتسع ولا شي نادي كان لي دوني تتسعهم لا مراكين في سيدي اختار سيدي ربي ان الله اصطفاك وقد اصطفاء الاصطفاء الخلقي خلق الصفه ديال الهان وطهرك ازازك سيدي ربي سبحانه وتعالى راس طاهر يقال واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء التشخصي معناه اسد رزق سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اتسع اقشيش بلا ما تزوج أدلال وقرون ونسعى لذا ذاس دي تلطط واحد سيدي روح تقيم المعجزة وتسجن سيدي دمية سيدي ربي مريم سن الاستفاء التشخصي وجميلة دي لذي دونيث أي ما يفعل عمل دونيث ويجي دي ضرق مريم عليه السلام. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم وقنوت الى ربك وسجودي وركعي مع الراكعين وتيدي تشمر بلي اسداوم ديال العباده اسجد اسركع اتذكر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى سجل بشاره الجلود والبشاره في السماء التي قالت سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما يزدش كاع الملائكه خاصه ترى الاستفاء الثاني ابشرتي بالشر واسمع فين اسقى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أنسي قال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى مزدج قال الملائكة ننس يا مريم سيد ربي أكمدي بالشر أدسعو أقشيش بلا ما فاس بلا ما ذكرنا صعب العلاقه والجاز بلا ما تقول لها تزوج اتسمى لجرد انس على دفاس وجن اسمي المسيح عيسى بن مريم سيدي ربي سمي سيد عيسى بن مريم قال وجيه في الدنيا والاخره ومن المقربين اللي يشعرون امورا قرحان غير سيدي ربي غادي يشعرون مزايا قرحان الشنان قرحان غير سيدي ربي اللي يدير دقيلة كي قربن غارو خلاق سبحانه وتعالى أكيد مثل ومن المقربين إسكني سيد ربي اللقاء ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. عيسى بن مريم عليه السلام وقيمة سيدي بالشركة سيد ربي مريم إنيس أد يهضر لنسال الموفان للدوح في الناس مع سيد ربي قالت ربي إن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر أمش أي نعمة أتسع غبرو أمكن أسعى غير العلاقة والجاز أزوج غير أرفي غير وبرد ربي إنس كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنس سيد ربي الخالق يخلق أي نشي عجبن وإن ملك أي مريم داسين إلي أليلين إمري كون فيكون. إذن القدرة أين استوسع أن يخلق أين ساجن شوين ساجن وذوين ساجن أكما يدمن وسي يقصد ربي ويكلم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أسست عندهم سيد ربي سبحانه وتعالى التوراة وزدفك الإنجيل أثي ديوي وزدفك الحكمة صورس وقال رسول الى بني اسرائيل وذن فيهم ذا الرسول الذي شجع سيدي ربي بنو اسرائيل كان مثلا يقنع عند مريم بليش القدره سيدي ربي اثر في القدره سيدي ربي انا تسعود اكون ديا يمكش ما سيدي ربي عيسى بن مريم اي مثلا مريم عليه السلام يوسوس بسم ربي
تكمل كذا كان دي العبادة انصدار ربي الخالق سبحانه وتعالى والإيمان العميق تسعى بويس ثوخ الفندم الذي غشيت روح سي بعد اليوم كان يتعزل إيمانيس باش ذي لا تحس إيمانيس الإيمان أم قرحان سو الخشوع أم قرحان باش أتعبد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذينا سيدي ربي سبحانه وتعالى باش يعز الروح الأمين جبريل عليه السلام أرمي إذا رصيد سيوط الصورة الجون والجاز يكمل يعني الصورة والجاز ماشي درجاز يسخي عن درجاز إذا تحس إيمانيس بالليم مطمئنة تسبدها أشيك شني خوف قد سيدي ربي الجبريل واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا تروح اليوم كان يبعدن توخر في الأهلين عندكني مويانيس عندكني مرام عندكني غشي تروح سي بعد من بعد إشجات سيدي ربي ناد إشجات سيدي ربي جبريل عليه السلام فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا يغيز للصفة والجيز صفة بالجاز صفة لها مش ذي نسيس خيان ذي نساء التمن ذي نساء يسال الحس سلبون سام ولكن مريم عليه السلام قال في نشيسنا في نيس أعوذ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا في نيس ملك لا ثم نصر بيه تقول ذا سيدة ربيه وخرية كين في نيس الكينة القماء في الدنيا والقماء في العفافين والقماء في الحرمين وخركين في نيهم إنيس جبريل عليه السلام إنيس ماشي لما كيت شوية لك هذه عبد إنيس نكيني الملائكة الجبريل غرسك شوية ضد الصفة العبد ولكن نكيني الملك من الملائكة إش قعيد ربين باش أم ديني ربين سيد ربين أذك من دي أرزق إسو قرون ذي تسعوه ثنيس أم كان تسعوه أقرون وذن كنا كل زوج غلا وفي غلا إلى ذن ربيهم قالت أن يكون لي غلام إمسينا قال إنما أنا رسول ربك لأهاب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا الناس سيد ربي في الناس الحاجك سيين أقول دقيا أذي تشعر بلا ذاس فقد المعجزان يستفكير يقول دقيا أذي تشعر ذكا على خطر ذنب فيها دي نلفو ذا الرسول أدينا المعجزة باش تزرق الغشيم باللي ذا الرسول باللي ذا النبي والامر كان فلان قبل تقيس الى قضيه الله اكبر ونشتكي ماشي الحاجه غير كوارا في سيدي ربي باش ادي فيك ادرد انبياء مالك ليس عاد فاس وين اليس تغرب انت مسافاكي يخمم في ادم عليه السلام امشي أن سيدي كان أن سيدي روح سيدنا عيسى عليه السلام مثلا دي إماس كان وحدس ولكن آدم مبلا إماس مبيا فاس واحد سيدي دي خيق سيدي ربي وكان بكل فيقول إني سئلين إلا كيف مثلا قال سيدي ربي القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لمثل سيدنا عيسى عليه السلام أم سيدنا آدم عليه السلام بكون في الناس يلغينا وقل الناس ذي يمس كان يبابا سيناس يلغينا من آدم أولي اللي بابا سوري اللي يمس سيناس إلا كيف مثلا ومريم عليه السلام تسوي اسمين إترفذ اتسخنا اسم الله ذا القرآن يغاية أم يثقابل القبينس وتسخنا مرانا الحمل نينس إلو جعلني تسعى يذكر حني تسعى إيوينك إني مرة أنا تعانين أما كنت تعاني في يوين سنحمل أنسي ولكن تخمين أن كانت تقابي القومينس ذا شو أرزنتيني سبحان الله ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى ويتشجع لنا حبيب نيس أي مثل
اسمه ما سيصال سيدار بين الوعد باش أدفو أفروح غير يونو كان يجب هذا المرأة يونو كان يجب لها ذمان السند غير الزمن سنسمار يقول دل وقتيس باش أدد سعونا بلو دنيا يقال سيدار بين فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا مد وذر وقنينس نسي ربنا لو كان مثوق في يسيني أمك القبيض القومنو ذا شو مال سنين أتسلونا قرد الكفوسيس وليس على باباس ذا شو اللي مانس ونتسف إمثي تسعى مكنين ونتسف تحيا فحزن فمن الموت إيمانيس إن قد سيدنا عيسى عليه السلام كان كنقولو في نظر الوص يحس شوي تحس يماس إن إيسا إما متسوى ذلك كسر فيه واحد زمارة إجعل سيد ربي السير الزخر تمسك تجيهم إن إيسا إن الجرامة تزان سنية أدي غري تسمار أدي ومن رطا فيه مثلا تسمار إيش تسور ماذا يمثل غير ماذا غير غرقوا من الغرقوا على الغاشيم ودهدر الرام إنس اطفق الموقف وعهد غسي ربي ضرب طفغي ودهدر الرام ودهدر الرام إنس وهيد غروري إذن كاسني النواهي خزرت كليه مثلا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجمع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا إن سن الجدرة زن سنين أمش نفسا ضعافا من الحالة اللي قلت لكن ماذا ذلك لذا يفور كم شطوح الجخف وزميرا أتسنهز أم هل في النار الجدرة أتزن سباش أدي غلط سمع سبحان الله ذاك ما يتمثل يوث النقطة تسعانا زي القرحان إي عبدينك دائما يأخذ بالأسباب أتسب فضوشين بفكار بين جواعي أخذ ولكن رسق صور سيد ربي غسل مريم عليه السلام ثنول سوسيس الجدراني أهترات حركيس وزميلات استحرك ولي حركة من الجدران الجدران تجرات زورات القرحات وزميلات استحرك ولكن ثموسة سوسيس جبريل عليه السلام اكتيس يغرد كلش يغردك يغرد سمر غرق عام إذن كشينا أبنادم أتسبب وتسلم هذا فليا من السعبار العجزة أخبر حرك الجوارحي انفع الغير عليك سيد ربك يدي أرزق كسر في ويوك وتسلم اتبع بريد سيد ربي خمكني دينا سيد ربي أرزق صور سيد سبحان الله كان يتمثل سيدنا عيسى عليه السلام وذي مسلم الشيطان ما كان يتمسين مران الروفانات خطر تدعام إماس مريم اسمها نتيتسا قالت إن وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إذن أما مريم اسمي ديوي أما الدريق إنس عيسى عليه السلام وثني مسلم الشيطان صغاديس فعقوذ أقبية دياي فعقوذ إماس مريم أقبية نتيتسا خطر الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن كل مولود من بني آدم يمسوه الشيطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها عيسى أكل عبادة دون ثمرة نقول له ثلاثة سنة يتمسيد الشيطان صورة ديس حشى مريم أكل ميس عيسى سبحان الله مريم بنت عمران أكل عيسى بن مريم سبحان الله كان عيد مثل ثقويثي مريم ثقويثي ميس عيسى عليه السلام ثقويثي دا القوم نينس قد سدر فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا إمثل قويم القوم نينس ننس يا مريم أقلكم تدخل مضيون المنكور ذا القرحان أقلكم تدخل مضيون الفعل وذي عيثنا أو حمس هارون هارون ذيون
وقال لي قاعد نمشي لربي الحق دخلت وجهه تجد آل عمران ذي الوقت نينس ولا شويني لنا من سام ولا شو قاعد نمشي لربي من سام ننسمي ننسم إلا ذا حبيب ربي شي من يخسر لشي الخدمة أولي اللي فهم ديال الكاز أرث الإيمان تفغي بذان ربي من بعد أسن ترران ثنيس مكينين وزامر وده الدرغالهم وزام غام سلاي وده الدرغالهم وثوها أي مثلا غير ورص ننس أمكن أن أهدر الوفان بالدوح ذي ناس نقاتي دربي قال إني عبد الله إني سمكيني ذي العبد نسي دربي العبد نسي دربي آتاني الكتاب وجعلني نبيا كان كم الوفان إني سيفكيت سي دربي تكتب تفكيت دربي الإنجيل ويجعلي ذن فيهم ويجعلي مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إني سجعلي سيد ربي مبارك أن دفعو غيري خطبي بركة أن دفعو غيري كل شيء بارك سيد ربي فيس ويوصيت الظليت ويوصيت الزكاة أي فعو كهدي العمري إن يتكملي قر وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إني يوصيت الخمر الخري إمام ويجعل هذا الجبار ذا المتجبر ذا المتكبر ذا الظالم ويجعل هذا الشتيم ويجعل ربي الشقي الخمر ديال المعصيين هذا عصور سيد ربي ويقال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تكمل يعني على لسان سيدنا عيسى يقال والسلام علي لم الامن ذي الامان ذي السلم ذي السلام في الليل اسمي ديويا واسم لمثا واسم مريدي بعد سيد ربي يهرب الميثي الله اكبر كان مثلا الوجه إلى عيسى ابن مريم قال سيدنا ربي سبحانه وتعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون الوجه إلى عيسى ابن مريم ومن يفغان هذا زر في فتس ما كان لله أن يتخذ من ولد سيدنا ربي ويحوج الذي يسعو ميس سبحانه أين مدلا أذيهم أذيهم يوش ليس عيل ليس يوش ليس عيل الصاحبة ما ليس عيل طنطوخ إذن إيجرد فلسي يكتب وين الدينين وقيد ميسا ربيهم إيجرد فلسي يكتب وين الدينين سيد ربي يسعي الصاحبة لغيس عميش سيد ربو يسعى ميش وليس عميش وليس عميش وليس الصاحبة وقيد العرض إجحمي سيد ربي جعيد ذن فيهم ثلاثين سيد المعجدة إيودين بيا بس والسجل قد يمن بكل العرض بلي سيد ربي بلد يخلقها الجويني سيعجبن أم هي سيعجبن سيدنا آدم يخلق قديد من بيا مرجز بيا ثمطوث كل سعيب بس ولا سعيب ماس حواء ثمطوث إيش حواء يخلق قديد ربي مرجز دي آدم الجهة في تزمة آدم مرجز ولكن بلاي ماس وسيدنا عيسى عليه السلام يخلق قديد سيد ربي دي ماس من بيا ذاس والعباد الدنيا مرة سبعين مليار العباد الدنيا يخلق قديد دي ثي مثيم سلك ودي بابثيم سلك ولان العباد اللي هم سيركزن أو سيوين ميايين وزن درزق ربي الدريا إذن سيد ربي على كل شيء قدير كما يتمثل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعلهم من يشاء عقيما إنه عليم قدير أكيد قال سيد ربي سبحانه وتعالى يزمر سيد ربي من كل شيء أي مثل إذن وإذاك يكفرن شوان شتاين العذاب القرحاني سرجو ذن يقد عقينا كم كما يتمثل لهذور ديهبار سيدنا عيسى عليه السلام ذي المعجزان أي مثل إذ قس القدرة سيد ربي دي صندق اللوفان دي الدوح في السنة النظام يبرر إيماس يطهر إيماس أكو دي التهم مرة نتا يتستهم الكامل ما تخزرني إهضر اللوفان إذن أرث ذني فورث عصين أرث ذني فورث عصين إيماس أي مثل ويفجند باللي من سنة ذن فيه ذا الرسول إيش قاعد تسيد ربي يقول الإنجيل تكتفي دي بيه إيش قاعد تسيد ربي البنو إسرائيل وذو قاعد ذن فيه أنجروا ذي بني إسرائيل أي مثل ويجعل سيد ربي سبحانه وتعالى مريم أكذ ميسى ذي المعجزة إلى عباده هذا شفون في الناس أظهر القدرة سيد ربي ميسى كم وجعلنا ابن مريم وأمه آية ذي المعجزة
إذن جعل سيد ربي سبحانه وتعالى أكنغ إديوي سي المعجزة يعاش إفكيز دي المعجزات إسحيري مولان إحبود المكثين إنحو مفهمان المعجزات إزدي فكان سيد ربي سيد عيسى عليه السلام واسمين قروح إرفع عيد سيد ربي سبحانه وتعالى وين مثال سيد عيسى عليه السلام أكن الذي يخلق سن معجزة أكن الذي يرفض سن معجزة ما يتمثل إذن ونادي من بلين سيدنا عيسى عليه السلام إلا مسكس دي قعام نغتسي من غير فيث نغان نغي الله كربوين إثيوان ماشي يرفض يرفض سيد ربي سبحانه وتعالى يقد يعقي بلين إفغ إوذر من الإسلام يقصد ربي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما كما يتمثل إذن سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يزجند المعجزة ذي نفس أن جرمي دي جعل بنو إسرائيل وتصل الدرس ذي ما لا يعد ولا يحصى من يتمثل دائما الإنسان الذي طيب الذرية الطيبة لسيد ربي وإذا أريد فعلا لسيد ربي وإذا أريد من دين الإسلام وإذا كان الذي يجي غير الفير أسيب لدي المتعة نصري الذي دونيت وأخدم الفلاس غير الأخر ما دي شعور العبد الدليان إكفانا لدي سيد ربي وقيد الدخير أنا ريخ من غفي خافي نس الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ذميس اكتب عن ولد ربي جديد غرد فيه ولد صالح أسي الصواب الدعام إبا بس غرد خاف والصواب يعفو سيد ربي إبا بس إبا بس إذي دي جن والجزي اكتب عن كبرين سيد ربي الخطر يجد المصلح غرد فيه أدي شعور الإنسان التقوى خطر الإنسان التقلة أثي دي رزق سيد ربي من غير منها من حيث لا يحتسب قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كان يد مثل القدرة من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ضرب حمين سلواسعة أرزق دويني لن دخل بفريديس يندر أن العباد تبعنا فريديو ومن نسيم أزم تفقى البركة لأني أزم درغ البركة دي القاعة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذن غلطان أفغلي وفريد إيجابي جعلنا رزقا سندك فرس العبد لله ضوع سيد ربي تبع فريد لهنا تبع فريد الأمان إلي كبر رحمة للعالمين أنفع العباد ذعود غير وفريد سيد ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن سلس لي العين ذعود غير وفريد سيد ربي خذ بالأسباب سبب سلجوان حينيك أتسل لدى فليان أنفع أثمتنك العباد سيد ربي أكيد يرزق أدي قال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ماذا قلنا ومن العباد تسوّد سيد ربي أنا درس قص البركة قليني أصدر البركة عندي القاعة كم أي مثل إذن أنا عيش غير سيد ربي وأنا عيش سيد ربي وأنا عيش سيد ربي كم أي مثل أية مثل مريم ابنة عمران سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى جعيسة يا ربع ثيوين يفنك ثلوين الدنيا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين أربع عام ثلوين يفن ثلوين الدنيا ثمرة وغرست مريم بنت عمران كان يتمثل أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.